لما جينا نجهز لهذه الفقرة فطلبنا من وزارة الإسكان إنها ترشح لنا مسؤول يكون معنا في هذه الفقرة، لكن قيل لنا بلاش تفتحوا الموضوع ده دلوقتي لأنه هيعمل مشاكل وحساسيات، وكأن كده إحنا حلينا المشكلة. قبل ما أخد تعليق من مهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، هروح بس الجمهور في الاستوديو وأخد مداخلة من الحاجة رضا سيد. المايك بس جنب صوت اوكي يا استاذ محمد. نعم. معايا المايك. لا قربي من بق حضرتك اتفضلي. انا عندي وريثه في فيلا في المعادي، الفيلا 500 متر على شارعين. نعم. والشارعين شوارع رئيسيه. نعم. فيو رائعه. نعم. ايجار الفيلا شقتين فيها وقرايبي. ايجار الشقه الواحده 10 جنيه في. نعم. شقتين يبقى 20 جنيه. الفيلا بتتفصل ب 10 مليون جنيه. انا ولادي يتامى من 25 سنه. نعم. ده نصيب باباهم. طبعا مش متحصلين على اي حاجه ولا سبيل للتفاهم في بيع الفيلا. لان اللي قاعدين فيها والحمد لله ربنا يزيدهم عندهم كتير، لكن متمسكين بيها ومش عايزين يتصرفوا فيها. دي واحدة. عندي عمارة 200 متر 10 شقق 5 أدوار جنب وزارة الداخلية. العمارة كلها بتجيب 30 جنيه. العمارة مبنية من سنة 39. السكان عملوا قضية ترميم. طبعا بالفساد الموجود في الأحياء حضرتك عارفه. جابوا لي قرار ترميم وتنكيس. القضية شغالة من 2005. لغاية النهاردة قضية الترميم والتنكيس جه القاضي غيابي وإعلان ما وصلنيش، حكم عليا بالغرامة. طبعا أنا مهددة النهاردة بالغرامة والسجن في حالة عدم الترميم. الترميم اتقدر سنة 2006 ب 120 ألف جنيه. إيجار العمارة 32-33 جنيه في الشهر. يعني الغرامة اللي جاتني إيجار 16 سنة حضرتك، ال 120 ألف تقدير سنة 2006 النهاردة يبقوا كام بتقدير النهاردة؟ يعني لو جه حد يرممها النهاردة، مهندس أخصائي استشاري جه يرممها، هتترمم بكام؟ مع حضرتك ده بره الشقق. نعم نعم، المشكلة واضحة وظاهرة وحضرتك بتشرفينا علشان كده، يا ريت تسجلوا الملاحظات دي. هاخد استاذ عاطف من بني سويف وبعديه استاذ حسين من الجيزه. نعم بس المسؤوليه المدنيه والجنائيه، لو العماره وقعت ام 33 جنيه في الشهر دي تقع عليا انا، وانا اتسجن واولادي يتبهدلوا. حاضر يا حاج. هاخد عاطف من بني سويف اتفضل. الو. ايوه اتفضل يا استاذ عاطف. مساء الخير يا محمد بيه. اهلا بحضرتك. دلوقتي ساعتك انا عندي بس كلمه صغيره وعندي الحل. اتفضل. أقول حضرتك؟ اتفضل. دلوقتي سعادتك بالنسبة للأخ اللي بيتكلم اللي هو اللي جاي بيقول للإيجارات ده سعادتك هو لو مكاني أنا كمستأجر قديم يروح فين؟ دي نقطة. الحل سعادتك إن البنك العقاري أو البنك بتاع الدولة، واخد بال سعادتك، كل واحد متضرر صاحب عقار متضرر يجي البنك يشتري منه ويحاسبني أنا يقصصني أنا. يعني البنك حضرتك البنك يشتري الوحده من المالك المتضرر صاحب السكن او المالك ويقصتني انا حضرتك، هو ده الحل. نعم. طيب اخد استاذ حسين من الجيزه. ايوه فندم. معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حضرتك فتحت موضوع شائك قوي الحقيقه. نعمل ايه بس انا اخش في الموضوع. دلوقتي حضرتك احنا بنتكلم على الناس اللي محدود الدخل والناس الغلابه. الناس الغلابة دول واخدين اوض في الجيزة في مناطق عشوائية ب 300 جنيه الاوضة. في حين العمارات في الجيزة ب 5 جنيه وب 6 جنيه الشقة. انت معايا حضرتك؟ سامعك. طيب يعني المفروض يعني عشان نخش في الموضوع على طول، المفروض ان تبقى الاوضة مثلا في الجيزة تبقى مثلا ب 50 جنيه ويعتبروا الصالة اوضة.
والحكايه دي تقعد ترتفع ب 10% من القيمه الايجاريه دي لمده 5 سنين. يكون الناس اللي موجوده كيفوا وضعهم بحيث اولا هتبقى القيمه الايجاريه معقوله، فممكن المالك ما يمشيش الناس اللي موجوده، وفي نفس الوقت الناس اللي موجوده دي لو مش عاجبهم الوضع ده بيشوفوا شقق ثانيه. نعم. ثانيه في مليون شقه مقفوله، في شقق كتير. انا ساكن في شارع المحطه، شارع المحطه ده فيه اكتر من 1000 شقه مقفوله. انا عندي في العماره في 5 شقق مقفولين، العماره دي انا 23 شقه فيها 5 شقق مقفولين. الناس قافلينها عشان القيمه الايجاريه 7 جنيه و8 جنيه وكلام كده. حاضر، اوكي، اخد حسين من اسكندريه. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن انا داخل في الموضوع باختصار شديد. اتفضل. الو، سامع حضرتك. العقارات القديمه اللي هي معروفه يعني 70 80 سنه واكثر عمرها، لما نشوف القيمه الدفتريه بتاعتها لما اشترى الارض واتبنت واتعملت وكل الحاجات دي، هنلاقي القيمه الايجاريه بتاعتها صفر. النهارده اي ايجار مهما كان ضعيف فان هو بيستفيد مين؟ لكن انا اقول المتشعبه لان الطرفين مظلومين، لكن احنا النهارده القاعده العريضه اللي هي الناس اللي ساكنه غالبيتهم معاشات واصحاب امراض و و و و الحل ايه باختصار يا استاذ حسين؟ باختصار ممكن ان يترفع القيمه الايجاريه مثلا بنسبه 5% لكل 5 سنين، وتورث للاولاد فقط. يعني انا مستاجر يبقى لابني وبعد كده لازم يبني. طيب. الشقه يا اما يخضع للاتفاق عقد جديد. اشكرك استاذ حسين. اخد منى من القاهره. الو، اتفضلي. الو، السلام عليكم. سلامة الله. والله انا عندي عماره في المهندسين في احسن حته، في اول شاب من ناحيه جامعه الدول، 5 ادوار بلم منها بس 100 جنيه، وعلى العلم ان كل السكان اللي فيها قافلينها، وكل واحد عنده فيلا وشقه وشقه وشقه. بشكرك استاذ. حاضر يا استاذه منى، هروح على طول للمهندس عمرو حجازي، والاثنين نفس الاسئله دي، ما هو الحل؟ انا طرحت لسعادتك الحل اللي احنا عندنا، لان الحل اللي عندنا حل متوازن، وحل بيضمن لغير القادر بس عن طريق صندوق دعم المستاجر غير القادر. مين اللي هيمول هذا الصندوق؟ الصندوق ده هيمول من ميزانيه الدوله. لا يا فندم، انا عندي ضريبه بتؤخذ على العقارات اللي بتتاجر. نعم. اوكي، لما بس القانون لسه لم يطبق. بالظبط يا فندم، لما هستقطع منها جزء ومول بيه ده، انا هيكون عندي فوائد. عملنا حسبه لهذا الكلام. التمويل ده مثلا نفترض 500 مليون جنيه يتحط في هذا الصندوق، انا كمالك قديم زي الحاجه اللي قاعده قدامي دي، فيلا ب 20 جنيه مش حد المالك يا فندم. امال انا هدعم المستاجر غير القادر، هدعمه في ايجار. يعني حاله، خلينا ناخد نموذج حاله زي كده. واحده ست ارمله معاها عيال وعندها شقتين في فيلا يا فندم، هي مش محتاجه دعم. امال محتاجه ايه؟ هي عندها ملكها، هي مش محتاجه دعم. اللي محتاج الدعم المستاجر غير القادر، اما المستاجر لا، القادر لا، يعني هي تعمل ايه؟ فليس له دعم. المستاجر القادر ليس من المنطق ان انا ادعمه. يعني العقد اللي بينها وبين هذا المستاجر تعمل يا فندم هذا العقد، هذا العقد خلى من كونه عقد. كويس؟ ليه؟ تم عليه تخفيض القيمه الايجاريه رغم عن انف المالك، تم عليه تمديد المدة الإيجارية رغم عن أنف المالك. كويس؟ فأين شريعة المتعاقدين؟ يعني العقد نفسه، العقد نفسه أصبح باطلا. باطلا. نعم. ثم إن المحكمة الدستورية في سنة 96 أصدرت قانون. كويس؟ هو أصدرت حكم ببطلان منع تعدد الإيجار لأكثر من وحدة في البلد الواحد. نعم. أوكي؟ وده أساسا هو المنبت الأساسي للقانون 49 اللي قال عليه الأستاذ محمد، في متاهات قانونية، والقانون 136. الحل. وبما أنه مرتبط به ارتباط وثيق. كويس؟ فإذا القانونين دولت ليسوا قوانين، لا يعدوا قوانين. طيب. كويس؟ ولو دورت مش هلاقي أفضل من القانون 48 اللي هو سنة 48 اللي هو العلاقة الطبيعية اللي كل العالم ماشي عليه، العرض والطلب. العرض والطلب. اوكي. طيب معلش يا فندم، انا اسف. بس سريعا، انا اسف. الاستاذ قال لك حكم المحكمة الدستورية انها خلت الموضوع في وريث واحد. كويس؟ ما هو هي حطت فقرة قال لك على ان يكون المقيم في العين وقت صدور القرار.
كويس بمثابة المستأجر الأصلي. يعني لو واحد تزوج في هذه العين وهو ورثها من أبوه أصبح هو المستأجر الأصلي وله حق الامتداد مرة بعديه، يبقى أنا دخلني في 150 سنة. ده جدل قانوني أنا مش عايزه. لحظة، لا طيب. هو لا، أنا عايز تعليقاتك على كل الناس اللي عرضوا مشاكلهم وزي الحجر. هو طبعا من في دقيقة واحدة من التعليقات المتباينة بتؤكد أنه هذا التشريع ظالم لطرفي العلاقة، وده بيؤكد ان انت محتاج لفكرة تشريع موحد يؤدي الى ما يسمى هذا التوازن. بلا شك انه نحن لسنا مع المستأجر المتعسر، يعني عشان نخلص من القصة بتاعت انه الناس كلها وكأنه كل الناس دلوقتي بقت قافلة شقاها وقاعدة في حتة تانية. انت المستأجر المتعسر ده انت ضده لانه معوق لفكرة حركة المجتمع ومغتصب لحقوق اخرى، مش بس حقوق الملاك كمان حقوق مستاجرين مستحقين. فانت هنا بتتكلم على رؤيه شامله لفكره الحق في السكن في هذا الوطن باعتبارها ركيزه اساسيه لعدد من الحقوق، وبالتالي انت بتتكلم مصر على فكره تشريع موحد يؤدي الى اعاده التوازن وازاله الشعور بالظلم اللي عمال يتجذر الحقيقه، يعني وده اللي رعبني ما بين فئات المجتمع المختلف، يعني لدرجة تصل انه في احتقان شديد انه كلا الطرفين وكأنهما يعني متربصين للآخر. عايز اقول انا بس عفوا في جملة انه القانون الجديد اللي هو تحرير العقل حتى في الدول الرأسمالية والعادية في الرأسمالية فكرة التشريعات ذات العلاقة الاجتماعية بيحصل تدخل من الدولة انحياز للقاعدة الأكبر. فأنت هنا أنت هنا محتاج في وطن زي مصر إلى تشريع متوازن يعيد هذا التوازن إلى العلاقة. أنا أعتقد كل مرشح رئاسي أو رئيس مصر القادم اللي هيقعد على كرسي الحكم عنده ملف مهم جدا اسمه الإيجارات القديمة. هتعمل فيه إيه؟ ده طبعا بالإضافة إلى الحق في السكن وسكان القبور والعشوائيات. احنا لما فتحنا هذا الملف مش علشان فقط ايجاد حلول، يعني لان الحلول ربما كانت متوفرة، لكن الفكرة انه هو ازمة حقيقية وقضية شائكة وقنبلة ممكن تنفجر في اي لحظة. زي ما قالت الحاجة الرضا اللي مشرفاني فيلا في مكان كبير او شهير وممكن يباع بمبلغ كبير لكن ايجاره زهيد، هي ترى انها صاحبة حق والمستأجر قد يرى ذلك، لكن ماذا تفعل الدولة؟ خاصة ان زي الحاجة رضا عشرات الالاف او مئات الالاف. هذه الفقرة سأخصص لها حلقة كاملة لان بدت لي انها موضوع متشعب ولازم يمثلني فيه حد يجي لنا من وزارة الاسكان لانهم النهاردة حبوا يحطوا راسهم في الرمل وقالوا لا مش عايزين نفتح الموضوع دلوقتي، ربما علشان فتح باب الانتخابات الرئاسية. خليني اشكر مهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من الايجارات القديمة، بشكر حضرتك وبشكر أستاذ محمد عبد العال المستشار القانوني للمركز المصري للحق في السكن. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل هنشوف ما هو أخطر حزب في مصر النهارده وهيجي هو وأعضائه بالكامل ويقدموا لنا حلول. شوفوا